وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور عبد المسيح بعد التحية، يعني هناك تغيرات مناخية يعني بتحدث بشكل سريع، هل نحن في انتظار السيناريو الأسوأ؟ أخيرا على حضرتك أستاذة المشاهدين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أولا هذه الفيضانات وهذه الأمطار الغزيرة التي يعني تجوب في أنحاء متعددة من العالم، يمكن أنا بس هقول السبب الرئيسي لها أنه مع زيادة درجات الحرارة من 1860 حتى الآن زادت درجات الحرارة درجة 2.2، فده بيخلي حضرتك مياه البحار والمحيطات بتسخن بدرجة أعلى. لما تسخن بدرجة أعلى بتزود كمية البخر، وبالتالي بتزود كمية السحاب اللي موجودة، فما يتبع ذلك من فيضانات وأمطار على مناطق متعددة من العالم. فإذا كانت كمية الأمطار تنزل في منطقة ما كمية لها معدلات معينة طوال العام أو في فترة معينة، لما زادت كمية السحب بالتأكيد زادت كمية الأمطار. وكمان السبب الثاني مع سخونة درجة الحرارة ابتدت الأمطار يحدث لها ما يسمى بإزاحة، يعني بدل ما تنزل في الأماكن التي يجب أن تنزل فيها مثلا في مجاري أو في السيول في السدود أو في الأنهار، ابتدت تنزل في مناطق آهلة بالسكان. عشان كده بنسمع كتير من التداعيات اللي بتحدث في العالم، كم واحد لقوا حتفهم، كم منزل ابتدى يغرق، كل دي نتيجة زيادة كميات الأمطار نتيجة تسخين درجات الحرارة اللي جاية من الاحتباس الحراري بفعل زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو. ده السبب الرئيسي اللي مخلي حركة الرياح وزيادة كمية البخار. طيب اسمح لي دكتور عبد المسيح، يعني لماذا بدأت التغيرات المناخية تكشر عن أنيابها بهذه السرعة؟ لأنه حضرتك النهارده لو احنا بنتكلم عن زيادة درجات الحرارة من 1860 لغاية 10 سنوات مضت كانت 6.1، النهارده من 10 سنوات زادت الضعف، يعني 1.2، ده معناه انه كل ما هتزيد درجات الحرارة كل ما هيزيد التوترات والعنف بتاع الطبيعة هيزيد أكتر نتيجة زيادة درجات الحرارة، وده اللي بيخلي المدى القصير اللي بتظهر فيه هذه الأمور مدى بيقصر نتيجة زيادة درجات الحرارة اللي أنا اتكلمت عليها مع حضرتك. طيب هل نحن أمام سيناريوهات أسوأ؟ يعني مش عايزين نقول سيناريوهات أسوأ، لكن نتمنى ألا يكون هناك الأسوأ، لكن خلينا أقول حاجة مهمة جدا. الأمين العام للأمم المتحدة قال من عدة أيام إنه الوقت ليس في صالح الدول وليس في صالح العالم. يعني دعونا نسبق الوقت، بلاش الوقت يسبقنا. يعني إنه لابد إن احنا ناخد يعني خطوات تنفيذية على أرض الواقع. هي المشكلة إيه؟ المشكلة إن احنا بنعمل تعهدات ونعمل التزامات وبنمضي، لكن القدر اللي بينفذ من هذه التعهدات بيبقى قليل. عشان كده يعني التداعيات بقت كتيرة، ويمكن فخامة الرئيس تحدث في أكثر من مرة عن إن احنا لابد أن تكون قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ وليست قمة الوعود كما حدثت في قمم قبل كده، وتم تنفيذه كان قليل، سواء كان من حيث حتى الالتزامات المالية اللي حضرتك تفضلت بيها في التقرير، أو من حيث حتى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استخدام الوقود الأحفوري. فما زال العالم يمشي بخطى بطيئة، وأتصور ما تفعله الطبيعة سوف يرغم العالم إلى تسريع حدة التكيف والتخفيف. يعني هذا من خلال إجراءات محددة دكتور عبد المسيح، يعني لو تسمح لي، لو هناك إجراءات محددة وكما أشرت أيضا وتفضلت هذه الإجراءات يعني بتمشي أو بتسير مع انعقاد مؤتمر كوب 27، ما المتوقع أيضا من كوب 27؟ ولو هناك إجراءات محددة يجب أن يتبعها العالم أجمع الآن. كوب 27 الحقيقة من خلال ما يحدث الآن من مفاوضات، أتصور أنه هيزودوا الـ100 مليار دولار اللي اتفقوا عليها في باريس إلى 300 مليار، وهيبقى في صندوق ما يسمى بصندوق تمويل المناخ.
يعني بدل ما كل دولة يعني بتطلع مجموعة من الفلوس اللي عندها تديها لدولة أخرى، لا هيبقى الصندوق، هذا الصندوق هو الذي يتحكم في منح الدول الفقيرة جدا أو الدول اللي هي المتوسطة الفقر إلى آخره، تديها فلوس عشان تقدر إن هي تعالج المشاكل. الدول المتقدمة تستطيع أن هي تعالج المشاكل اللي عندها، لكن الدول النامية هي دي اللي عندها مشكلة. فأنا أتصور أن أهم نقطة هيتفقوا عليها في مؤتمر باريس يعني من خلال المفاوضات هو زيادة التمويل إلى 300 مليار دولار من خلال صندوق يبتدي فعلا هو الذي يقوم بهذا الدور يعني. ونتمنى أن يكون ده فعلا بداية التنفيذ الحقيقي، بحيث أنه لما الدول هتحط في الصندوق، الصندوق يبتدي يتحرك ويبتدي يمول الأنشطة الخضراء والاقتصاد الأخضر في الدول النامية. أعتقد ده مسار هيبقى يعني قابل للتفاوض بشكل كبير على قمة 27. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.